الحضور الكرام، أسعدتم صباحا في بيت المدى وهذه الجلسة عن الثورة العراقية الكبرى سنة 1920. والحقيقة قد كثر الحديث عن هذه الثورة الكبيرة وكثرت الكتابات عنها من مؤلفات وذكريات ودروس وتحليلات وما إلى ذلك، حتى أن كتاباً مستقلاً عن فهارس ما كتب عن هذه الثورة قد صدر قبل سنوات. والحديث عن الثورة يمتد كثيراً إلى أسباب هذه الثورة، ثم تفاصيلها، ثم تأثيراتها فيما بعد. والمؤرخون العراقيون يعني أخذوا بالطريقة التقليدية في الكتابة عن هذه الثورة، وهي معرفة الأسباب المباشرة، الغير مباشرة، ثم المباشرة، ثم تفاصيل الثورة وتأثيرها ببناء الكيان العراقي الجديد. هذه الثورة تحمل الكثير من الذكريات والانطباعات والصور التي نستطيع أن نقول إنها من صور الحركة الوطنية في العراق في وقت مبكر من تاريخنا الحديث. الثورة العراقية الكبرى، أقول الكبرى لأنها امتدت من شمال العراق إلى جنوبه، سوى بعض المناطق في العراق لم تشترك بالثورة، ولكنها امتدت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كما هو معروف. ويتضمن تاريخ هذه الثورة أيضا بروز شخصيات كبيرة على المستوى العشائري والديني والسياسي، وكلهم لعبوا دورا في تطورات تاريخ العراق السياسي بعد تأسيس الدولة العراقية. اليوم نحتفل بهذه ذكرى، ذكرى الثورة العراقية، وقد احتفلنا قبل سنوات أيضا بهذه المناسبة المهمة من تاريخ العراق الحديث. لم يزل تاريخ الثورة العراقية سنة 1920 موضوعا للباحثين والمؤرخين والكتاب، إذ إن الكثير من حلقات هذه الحادثة الكبيرة لم تزل حبيسة المخطوطات والمسموعات وما في الصدور. وهنا في هذه الجلسة استعنا بمجموعة من الأساتذة الأكاديميين المرموقين الذين لهم دور في الوضع الدراسي، يعني الدراسات العليا في العراق، استعنا بهم بالحديث عن هذه الثورة، والحديث مفتوح لهذه للمتحدثين عن هذا الموضوع، مع التركيز على أن هذه الثورة لها تأثير كبير في تأسيس الدولة العراقية. بريطانيا بعد انتهاء الثورة أو في أثناء الثورة بدأت تفكر بتأسيس كيان عراقي تحت مسمى الانتداب وما إلى ذلك، بعد أن كانت خسائرها في الثورة خسائر جسيمة، وكان تأسيس هذه الدولة طبعا بشكل واضح، يعني كتب عن هذا الموضوع كثيرا، أنه تأسيس الدولة كان بتأثيرات الثورة العراقية الكبرى. نبدأ هذه الجلسة بعد أن نقدم الشكر للسادة الحاضرين والذين خصوصا الأساتذة الذين اتصلنا بهم وتجشموا عنا هذا الوصول إلى هنا، فشكرا لهم. ولنبدأ بالأستاذ الدكتور عادل تقي البلداوي
الباحث القدير، فليتفضل. أهلا دكتور. شكرا جزيلا للأستاذ رفعت على هذه المقدمة، وشكر موصول لمؤسسة المدى على هذه المبادرة لإحياء الذكرى الثانية بعد الماء لانطلاق ثورة 20 في 30 حزيران عام 1920. والأروع من كل ذلك أنه مؤسسة المدى حسنا فعلت أنه لم تضع عنوانا محددا للثورة، وأنه كان العنوان مفتوح، وهذا يعطي حرية ومساحة كبيرة للحديث عن رؤى وأفكار جديدة ممكن أنه تشكل قاعدة أساسية للاحتفال في السنوات المقبلة. بتعبير أوضح، لو كان هناك عنوان محدد لذهبنا للمصادر وجمعنا المعلومات عن الثورة وهي معروفة للجميع، ونأتي إلى هنا نسرد المعلومات، وبهذه الحالة سيتوقف الفكر وسيلغى العقل، وعندما يلغى العقل تموت الثورة وتتعطل حركة التاريخ تماما، لأنه كما هو معروف لديكم أيها الحضور الكريم أنه المحرك الأساسي لحركة التاريخ هو يبقى العقل. ولذلك لدينا رؤى وأفكار وأشكاليات سنطرحها في هذا الوقت المحدد من قبل المؤسسة اللي هو 10 دقائق لكل متحدث. حقيقة يعتقد البعض، وهو اعتقاد خاطئ، أن الثورة أشبعت بحثا ودرسا ولا داعي لإثارتها مرة ثانية. أنا أعكس هذا الرأي، لا زالت هناك جوانب خفية لم يسلط الضوء الكافي عليها فيما يتعلق بالثورة، يعني الثورة في الصحافة الفرنسية، الثورة في الصحافة الأمريكية، موقف الدول الكبرى من الثورة، ما زالت هناك وثائق غير مكشوفة حول هذا الموضوع. فالثورة تحتاج إلى الكثير للكثير من الجهد لكي نغطي الكثير من الجوانب الخفية حولها. الإشكالية الممكن أن نثيرها يعني في هذا الحديث، أنه الثورة انطلقت في 30 حزيران كما هو معروف، وشكلت عقدة كبيرة ما زال الأعداء يشعرون بهذه العقدة، وخاصة بريطانيا وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ليس يعني حديث عاطفي، هناك أدلة وشواهد تاريخية سنثبت أنه كيف يعيشون عقدة من 30 حزيران انطلاق ثورة 20. في 30 حزيران عندما انطلقت الثورة وقعوا معاهدة العراقية البريطانية عام 1930 في 30 حزيران لكي يمحوا ذاكرة ثورة 20 عن ذاكرة العراقيين، لكي يقضوا على هذه الذاكرة تماما. وعندما جاء الاحتلال الأمريكي بعد 2003 تعمد بانتقال السيادة، ما يسمى بانتقال السيادة للعراقيين، في 30 حزيران عام 2004 اللي استلمها أياد علاوي، واللي قال فيما بعد أنه هذا ضحك كان على الذقون، حيث بقى يعني المحتل الأمريكي جاثم على صدر العراقيين. اختاروا 30 حزيران فيريدون يمحون هذا اليوم من ذاكرة العراقيين تماما. هاي نقطة مهمة جدا. وحتى يعني كل الأحزاب السياسية والصحف العراقية في العهد الملكي وفي العهود اللي تلت العهد الملكي كان تحتفل بمناسبة مرور الذكرى على ثورة 20. يعني مثلا جريدة الأهالي الناطقة باسم الحزب الوطني الديمقراطي، جريدة البيان الناطقة بالحزب الوطني التقدمي، جريدة الشعب يمكن الدكتور سيف اللي ناطق باسم الحزب الشيوعي، كان تحتفل، وظلت هذه الاحتفالية تستمر. بعد 68 لم يحتفل بهذه المناسبة، يعني ظلت يمكن السنتين الأولى من بعد 68 ثم توقفت. والشيء الملفت للنظر يعني يوم 30 حزيران اختير لتنفيذ مؤامرة ما يسمى ناظم قزار. هل الاختيار كان يعني ولي صدفة مرتبط ب 30 حزيران 1921؟ أيضا هذه إشكالية لا زالت يعني تثير الجدل. النقطة المهمة في ثورة 20 يعني أثبتت
ثورة العشرين يعني التاريخ تفاعل أفقي وعمودي. يعني لولا 1919 في مصر لما انطلقت ثورة 1920. شوف يعني التفاعل هنا الأفقي والتفاعل العمودي. يعني لولا ثورة العشرين لم تنطلق ثورة 1941 ولما انطلقت أو انتصرت ثورة 58. يعني تبقى الشحنة اللي أعطتها ثورة 20 للضباط الأحرار هي التي كانت أساس والحافز والمحرك الأساسي لانتصار ثورة 20 وإسقاط النظام الملكي. فشوف هنا التفاعل هذا يعني التفاعل الأفقي والتفاعل العمودي للأسف الشديد يعني بدأ ينتهي تماما. يعني الآن الجيل الجديد لما مثلا سوريا تتعرض إلى مؤامرة يقول كان شعلي بالموضوع، مصر تتعرض لهم، بينما كان العدوان الثالث مثلا على مصر لما صار في 56 يمكن الأساتذة اللي إن شاء الله العمر الطويل يعني قاموا الدنيا ولم تقعد، المدارس والطلاب والعمال تضامنا مع الشعب المصري. هذا الشيء اسمه موجود. يعني يقول عن ما لي علاقة ماذا يحدث في مصر، لا ما يحدث في مصر قد يحدث في العراق، وما يحدث في سوريا قد يحدث في العراق، وما يحدث في العراق قد يحدث، لأن هو هذا أحداث التاريخ. هاي نقطة مهمة جدا. النقطة المهمة أيضا في ثورة 20، ثورة 20 عززت المفهوم التفاؤلي للتاريخ ولغت المفهوم التشاؤمي للتاريخ. يعني أثبتت ثورة 20 أنه كل الحلول ممكن أنه تكون موجودة بشرط أن يكتشف الشعب سر قوته. فالشعب العراقي اكتشف سر قوته في 30 حزيران وتوفق القائد ليوحد المواقف، فانتصرت ثورة 20 1900 انتصرت سياسيا وأرغمت بريطانيا تغير سياستها. وأنه مثل ما تفضل الدكتور رفعت يعني الوريث الشرعي لثورة 20 هي الدولة العراقية. يعني الدولة العراقية ولدت من رحم ثورة 20. يعني لولا ثورة 20 لكان البريطانيين متقاعسين في تشكيل الدولة العراقية. يعني ثورة 20 أجبرت البريطانيين أن يغيرون سياستهم وأن يكون جادين في تشكيل الدولة العراقية، وهذا ما حدث. بينما نشوف في انتفاضة التشرين الثاني اللي عفوا انتفاضة التشرين اللي صارت قبل سنوات، يعني الشعب اكتشف سرقوته بس القائد ما موجود، ما توحدت المواقف. ولذلك نشوف بانتفاضة التشرين قسم اشتركوا بالانتخابات وقسم رفضوا أن يشتركوا بالانتخابات المواقف، فبدأ البريق السياسي لانتفاضة التشرين ما موجود. فأثبت التاريخ هنا الثورات تمر بثلاث مراحل، لازم أن يكتشف الشعب سر قوته، اثنين أكو قائد يوحد لازم المواقف، بينما بالثورة التشرين ما كان قائد. لما تسأل المنتفضين يطلعون لقاءات وياهم وإحنا كنا متابعين للأحداث، من القائد مالك؟ إحنا ما عندنا قائد. ما يصير، الثورة لازم لها قائد، قائد تسيب المنهج ويوحد المواقف. فثورة التشرين أو انتفاضة التشرين ما موجود القائد، فبدأ بريق السياسة. فلذلك تبقى الدروس والعبر لثورة العشرين تحتاج إلى رؤى وأفكار جديدة، ولازم أنه نحتفل بثلاثين حزيران. يعني ليش ردنا أن يكون ثلاثين حزيران هو العيد الوطني للدولة العراقية؟ لأن 93 هو دخول العراق عصبة الأمم، يعني كان بقى يعني استقلال شكلي، بقى البريطانيين والمستشارين البريطانيين موجودين حتى 1958، فما كان يعني إنجاز كامل، استقلال ذات إنجاز كامل. فلذلك لابد أن نحتفل 30 حزيران كل عام، ونعلم يعني طلاب المدارس والجيل الجديد كيف نحتفل بهذه الثورة، لكي نثبت نحن خي خلف لخي سلف، لكي تبقى جذوة الثورة حاضرة في حماسنا الوطني وحماسنا القومي. ها مجرد رؤى وأفكار أطرحها إلى حضراتكم، ممكن أنه نناقشها بعد انتهاء المحاضرة. شكرا جزيلا. أشكرك دكتور عادل دقي على هذه الكلمة. والحقيقة الحديث عن الثورة العراقية يعني حديث طويل، تأثيراتها بتاريخ العراق المعاصر تأثير واضح، ولكن الدكتور عادل دقي استدرك ب يعني ما هو متشابه بانتفاضة تشرين سنة 2019 والثورة العراقية سنة 20. ولكن أنا أعتقد أنه الشيء الواضح بالحركتين هي الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية تجلت في ثورة 20 وفي انتفاضة 2019 بأبهى صورها. ثورة 20 امتدت في أغلب مناطق العراق،
وكذلك انتفاضة تشرين 2019 كانت مثال للوحدة الوطنية، وهذا يعني ما يضاف إلى يعني تاريخ هذه الوحدة من تراجعات ومن تطورات وما إلى ذلك. أشكرك. شكرا جدا. الثورة العراقية الكبرى بلا شك تأثرت بأحداث عالمية كبيرة، يعني واضح لدى المؤرخين أنه تأثر الثورة بالثورة العربية الكبرى، حتى أن كانت من المطالب الرئيسة لثوار ثورة العشرين هي إقامة حكم عربي في العراق يرأسه أحد أنجال شريف مكة اللي هو زعيم الثورة العربية الكبرى، وكذلك تأثيرات أخرى، تأثيرات الثورة المصرية 1919 ثورة سعد زغلول، وأيضا توجد ما يؤشر إلى تأثر هذه الثورة بالثورة ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا. والدكتور سيف عدنان القيسي المختص بتاريخ الحركة الماركسية في العراق يمكن أنه يعني يكشف لنا هذه الصفحة من تاريخ الثورة العراقية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا دائما اقتحم المنصة وأخذ الأسبقية من الأساتذة يعني للعودة للصلاة يعني إيه هذا بعيدا حتى شوية ينفي عن الماركسية اللي ذبحتني يعني يريد يروح صلاة للصلاة يلحق على الصلاة زين مؤرخ الحركة يقول قالوا له ايش عجب يروح يصلي مؤرخ الحركة الماركسية طلب مني انه لازم يلحق على الصلاة شكراً لمؤسسة المدى لإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة من تاريخ العراق المعاصر، وبعيداً هذه المرة عن طرح الشخصيات التي أثرت وتتأثر وأثرت في المجتمع العراقي، هذه المرة أخذتنا بعيداً إلى ثورة العشرين الوطنية المهمة، ومع ذلك دائما تأخذ شخصيات وطنية يسارية المدى، لكن هم ربط ثورة العشرين باليسار. قبل ما نبدأ باليسار وثورة أكتوبر وتأثيرها على ثورة العشرين، علينا أن نحدد أن بداية ثورة العشرين كانت المنطقة التي تحيط بالعراق هي منطقة اضطرابات إيران، صراع بريطاني روسي، تركيا بين حكومة الإستانة والأناضول من جهة ومع الحلفاء من جهة أخرى، سوريا خاضعة إلى الاحتلال الفرنسي، كل هذه هي عوامل محيطة بثورة العشرين. كثيراً منا من يأخذ الثورات بالجانب الخارجي أو العامل الخارجي والعامل الداخلي، وكل من كتب عن ثورة العشرين ولا سيما تأثير ثورة أكتوبر الاشتراكية يعتمد على ما كتب بالمذكرات البريطانية، أرنولد ويلسون، المس بيل، وألمر هالدن. هذه أو هؤلاء الثلاث، القائد الحاكم العسكري وسكرتيرة المعتمد البريطاني وقائد الجيوش البريطانية هالدن أثناء ثورة العشرين، هؤلاء كلهم استقوا معلوماتهم عن تأثير ثورة أكتوبر من تقرير. هذا التقرير وضعه الرائد بيري أو براي، هذا اللي كان ضابط في حكومة الهند، وأرسل للاستقصاء عن العوامل الأساسية لقيام ثورة العشرين. هذا الرائد وضع لنا ثلاث تقارير، تقرير كان في أيلول، كان عنوانه تقرير أولي عن الاضطراب في العراق، وتقرير ثاني في أكتوبر تشرين الأول تقرير عن الاضطراب في العراق، وتقرير ثالث سماه الاضطرابات في الشرق الأوسط. هذا الرائد بيري وضع لنا ثلاث احتمالات لقيام ثورة العشرين، قال أكو عامل ديني، وهذا العامل الديني مرتبط بالنجف وبكربلاء بالمرجعية الدينية،
وعامل عشائري أو بعد عشائري والمرتبط بالفرات الأوسط وشيخ ضاري المحمود وبيديالة وعامل فكري، وهذه يسميها بالثورة الخلاقة أو العوامل الخلاقة التي أسهمت في ولوج ثورة العشرين. اللي يهمني أني البعد الثالث اللي هو البعد الفكري لثورة أكتوبر الاشتراكية وتأثيرها على ثورة العشرين. هل هناك تأثير مباشر على هذه الثورة أو لا؟ أي في قيام ثورة العشرين؟ ربط الكثير من الأساتذة المختصين من بينهم الدكتور وميض جمال عمر نظمي وعبد الله الفياض وعبد الرزاق الحسني وآخرين كثيرين، ربطوا بقيام ثورة بتأثير ثورة أكتوبر. قالوا بأن هناك حصلوا على معلومات أو استقوا بمعلومات بأنه برقية من الرشت، هذه تقول برقية بأن الذي سيقوم بقيادة الحركة التحررية الوطنية في العراق هو المرزا محمد تقي الشيرازي ابن المرجع الديني. والمسبل في إحدى رسائلها لزوجة أبيها تقول أستيقظ صباحا ولا أعود إلى الصحافة، وإنما أسمع من الناس الآخرين بأن هناك ثورة قريبة وهناك تأثير أو هناك حزب بلشفي موجود أو حركة بلشفية موجودة، كلها رابطيها بمن؟ بالمرزا محمد تقي الشيرازي، محمد رضا الشيرازي، نعم كلهم رابطيها. هذا يعود إلى هذا التقرير اللي وجدته منه بريطانيا، هي اللي اعتمدته، لكن هذا التقرير خضع إلى الدراسة. هذه الدراسة مين جتي؟ كينهان كورنواليس اللي هو مسؤول المكتب العربي في القاهرة قال هذا التقرير فيه الكثير من الصحة، لكن تأثير ثورة أكتوبر شيء ثانوي، وإنما الذي حدث في العراق هو نتيجة لاضطراب الأوضاع الداخلية، نتيجة للسياسة البريطانية ونتيجة للأساليب المتبع في العراق. وحتى وصف هذا قال بأنه الحدث الطارئ الذي لم نكن نتوقعه بالنسبة للثورة، ثورة العشرين. فلذلك يحاولون أو تحاول الدائرة البريطانية أنه تربط نوع من خيوط الثورة بثورة أكتوبر، وهذا يعود نتيجة الصراع بين البريطانيين وثورة أكتوبر، نتيجة ما بثته أو بثه البلاشفة من خلال فضحهم لاتفاقية سايكس بيكو. عندما وجدوا هذه الاتفاقية موجودة في خزانة وزارة الخارجية فضحوها للعالم. لكن هذا التأثير اللي إجا منا ومنا من خلال زوار العتبات المقدسة من إيران تحديدا وما كانوا يحملونه، أضرب لكم مثال. أحد المؤسسين للفكر الاشتراكي في العراق هو عبد القادر إسماعيل البستاني، في لقاء مع الراحل الدكتور عبد اللطيف الراوي في كتاب الأدب الاشتراكي يقول أنا كنت عمري، هو مواليد 1907، قال من صارت 1917 أنا عمري 10 سنوات، فقال أنا اجيت بالشارع سمعت أبويا إجا، لأن هما كانوا والده متولي أملاك بيت النقيب شيخ عبد القادر الجيلاني، تدري يعني طبقة برجوازية ودينية محافظة، فقال اجيت سمعت أبويا ضايج، يقول قلنا لي أمي سأل شنو شبيك، قال لي اجوا الاغنياء هجموا على الفقراء هجموا على الاغنياء واخذوا الاراضي وهذه، وضايج خاف يجي انه رده الفعل تكون بالعراق، يعني باعتباره من يقود الملاكين او السرقال مثل ما نقول نسميه يعني. فيقول اني رحت ركضت للخبازه، يقول اكو خبازه يمنا سوينا اقراص الخبز الصغيره، فيقول قلت لها صارت ثوره باكتوبر بروسيا وما ادري ايش، قالت له شنو، يقول ففرحت قامت توزع لنا خبز مجانا. هذه تأثير فرحة الفقراء ما أحدثته ثورة أكتوبر الاشتراكية. ممكن أنه نربط إحنا فكريا، لأن هناك في روسيا أو خلال الثورة أكو صراع بين البلاشفة والمناشفة، والأخوة الشيوعيين اللي يقدرون أنه يشبهون شجرة التفاح، والبلاشفة راحوا هم شيتوا أو صعدوا يقتطفون هاي التفاحة، ما ينتظرون شو وقت توقف التفاحة ويأخذوها مثل المناشفة. فلذلك البلاشفة كانوا ثوريين في أفعالهم، شبهوا الثورة. تأثير موجود لكن التأثير مو مباشر ومهم،
وهذا التأثير حتى صحيفة الفرات اللي هي صحيفة الثورة، كان عندهم صحيفة الاستقلال والفرات إحدى حان الأذان وحان قوم تفضل. فالتأثير الثورة أنه قالت صحيفة الفرات ناقشت عقدة مقارنة بين ثورة العشرين وثورة أكتوبر، قالت ثورة أكتوبر ثورة طبقية عالمية، أما نحن ثورة طبقية وطنية سياسية، وشككوا في نوايا البلاشفة، لأن قالوا إحنا في حال أنه أكو منطقة إيسلي احتلوها الروس أو أنذاك، قالوا في حال أنه هجموا إحنا أمام موقف، لو نهاجم ويا القوات البريطانية حتى نحرر، لو نوقف ويا البلاشفة ضد البريطانيين، فكان عندهم نوايا الشك، لأن ما يعرفون ماهيات هذه الثورة وهي بداية تكوين ثورة أكتوبر الاشتراكية. هذه والبعض من البريطانيين قالوا إنه ثورة أكتوبر حصلت على ثورة العشرين على معونات مادية، ونفى الكثير ومنهم عبد الرزاق الحسني نفى إنه يكون للثورة من خلال مقابلاتي إنه الثورة لم تحصل على أي مساعدة مادية من أي قوة خارجية حتى البلاشفة. اللي نفانا أكثر اللي هو الدكتور عبد الله الفياض في كتابه عن ثورة العشرين، التقى بمحمد رضا الشيرازي في إيران في عام 1954 وطرح عليه السؤال، قال: قرأت الكثير من المؤرخين ومن الكتاب من ربط بثورة العشرين بتأثيرات ثورة أكتوبر الاشتراكية، وأنكم أنت بالذات حصلت على مساعدات أو معونات من السوفيت، وقيل أن هناك الكثير من المراسلين كانوا يأتون من السوفيت إلى بغداد من أجل القيام أو بالتمهيد لقيام الثورة. قال ذكر الدكتور عبد الله الفياض، قال نفى محمد رضا الشيرازي هذه الأحجية أو كما يسميها الرواية، لأنهم لم يحصلوا على أي مساعدات خارجية باستثناء اللي ذكره أستاذي الدكتور عادل تقي البلداوي، هي الهوية الوطنية اللي رسمت لثورة العشرين، والكثير من الماركسيين أو الديمقراطيين أو المتأثرين بالاشتراكية من بينهم مصطفى علي هذا الوزير في حكومة وزير العدل في حكومة عبد الكريم قاسم، ومن المؤسسين الأوائل للفكر الاشتراكي في العراق، قال عندما الرجل من بغداد قال عندما سمعنا بفتاوى الشيرازي بدأنا نجتمع في الجوامع والحسينيات بإقامة الاحتفالات النبوية والموالد النبوية من أجل الإعداد لثورة العشرين، وهذه هي في الحقيقة كانت نقطة انطلاق لتأسيس الدولة العراقية وتنهي حالة التمرد والصراع بين السياسات البريطانية، لأن جورج أنطونيوس يذكر في كتابه يقظة العرب، قال كان هناك المكتب العربي وحكومة الهند ووزارة الخارجية والحربية، قال ووصل الحال بالبريطانيين أنه اليد اليمنى إذا تتحرك ما تدري باليسرى شي يصير بها، هذا تخبط. فلذلك ثورة العشرين أنهت حالة التخبط في السياسة البريطانية وبيّنت لهم أنهم أمام شعب لا يقبل بسياسة الاحتلال أو الإذلال التي اتبعت، وبدأت تؤسس للحكم الوطني الجديد في العراق بعد ثورة العشرين بالرغم من الإخفاقات التي مرت بها الثورة. وفي الختام أشكر مؤسسة المدى والسادة الحضور للحسن الاستماع، وشكرا لكم. شكرا أستاذ. خل بعد الجلسة بعد يروح بعد أنا أروح وياك وناقشني. ساد نظام الجلسة هكذا يذهب، نظام الجلسة المداخلات بعد الجلسة حتى نسيطر على الوقت. الآن الدكتور عبد الله حميد العتابي الأستاذ المتخصص بتاريخ العراق الحديث، وأهلا وسهلا به. أهلا دكتور متخصص بالتاريخ الأمريكي.
تاريخ الحديث يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أعبر عن شكري وامتناني لمؤسسة المدى والأستاذ رفعت على هذه الدعوة. سعيد من اكتفى بغيره الأستاذ الدكتور أستاذنا الكبير عادل تقي، ما خلانا شيء نحكي به. الحقيقة ثورة العشرين بتقدير المتواضع من أبرز الأحداث، ليس باعتقاد المتواضع وإنما هي حقيقة راسخة، أهم الأحداث اللي مرت على تاريخ العراق، وأحداثها تؤلف مرحلة بذاتها، وهي منعطف تاريخي وسياسي واجتماعي بالنسبة للشعب العراقي، وبداية التأسيس للدولة العراقية المعاصرة. منذ يعني أهمية هذا الحدث، أنا بتقديري أهم حدث تاريخ العراق، منذ سقوط بغداد على يد المغول في عام 1258 وما تلاه من غزوات متلاحقة سواء كانت فارسية أو عثمانية لغاية 1920، تكمن هذه الأهمية من الظروف أو تنبع من الظروف التي حاطت بالثورة ورافقت اندلاعها، ومن النتائج التي انعكست على مستقبل العراق كدولة أو شعب. الحقيقة ما زلنا نختلف عن ما حدث، عن هذا الحدث التاريخي، هل هو ثورة أم انتفاضة أم حركة مسلحة أم تمرد، لحد الآن ما متفقين على رأي بهذا الاتجاه. بتقديري يعني الثورة هو تغيير جذري في نظام الحكم السياسي يتبع تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي. أنا تعريفي للثورة هذا، ماركس شي عرف الثورة يقول الثورة مرحلة من مراحل التاريخ، وأن حتمية الحركة الثورية تكمن في عدم ملائمة النظام القديم وضرورة استبداله بنظام جديد يعبر عن مطامح الشعب. الحقيقة هناك ثلاث شروط يمكن أن نطلق عليها بالثورة. النقطة الأولى هي الواقع الفاسد، أداة التغيير، البديل المناسب. إذا نجي هاي الشغلات ونطبقها على ما حدث في 30 حزيران 1920 راح نلقيه هي بدأت حركة عسكرية وتحولت إلى ثورة شعبية حقيقية ضد الاحتلال البريطاني، أنتج عنها تأسيس أول حكومة وطنية في العراق بعد قرون من الاحتلال العثماني. تصدت دراسات علمية كثيرة بالعشرات لهذه الثورة، وكل من فسر الثورة حسب هواه. طبعا هناك وصف الحدث وسير المعارك اتفقوا عليه، لكن اختلفنا بالرؤى من النتائج اللي أو من مسببات الحرب بهذا الاتجاه. أولا هناك من ادعى أن الثورة دينية، يعني هي ما هي إلا حراك حوزوي أو حراك مرجعي، في حين آخرين قالوا لا هي مناطقية. يعني محمود العبطة قال البغداديين هم سووا الثورة، محمود العبطة، أو كامل سلمان جبوري قال لا النجف، آل طعمة قال كربلة، وهكذا نلقى عشرات الكتب. يعني من الكتب اللي أكدت أنه حوزوية مثلا سليم الحسني، على عباس، عبد الحسين الحلي، وحتى إخلاص التلميذة الدكتور موسى حاضر، هاي يعني الثورة من قرأت رسالته أرجعتها إلى الحوزة في ذلك الوقت، فكانت من الأوائل. ما دام دكتور موسى حاضر بهذا الموضوع يعني حتى يكون شاهد على هذا. آخرين يعني قالوا لا، كوتولوف قال فلاحين هم قود الثورة، هاي الطبقة الكادحة هم اللي سببوا الثورة وهم اللي كانوا هم أسباب هذه الثورة. نجي مزر فريق الفرعون قال عشائر الفرات الأوسط هم زعماء العشائر، زعماء العشائر سووا الثورة. عبد الشهيد الياسري قال السادة سووا الثورة، اللي سادة الفرات الأوسط. أكو أشخاص يعني مثل أحمد كامل أبو طبيخ، عادل الياسري، هذول قالوا لا أجدادنا هم اللي سووا الثورة. أبو طبيخ، عبد المحسن أبو طبيخ هو سبب الرئيس للثورة. يعني لما تقرأ المذكرات مالته الحقيقة، وميض عمر النظمي عزاها إلى الشعور القومي،
شوف ايش قد احنا كتبنا، يعني ايش قد كتب على الثوره، وكل من يغني على هوا الثوره بتقديره هي عروس بس 100 رجل يدعي بيها، عروس جميله. وهكذا اللي لفت انتباهي، قرات اكو قرات كتاب لشخص يعني ما اعرف اسمه، كاتب فراتي عنده على هامش الثوره العراقيه، وصف الثوره ذا تسمحوا لي، للثوره العراقيه عناصر تاريخيه وقوميه ووطنيه، فلم تدبر بليل ولم تفاجئ العالم على حين غره، وانها لم تخنق في مهدها، بل تلتها نتائج خطيره وعقبتها حوادث كبرى خرجت عن النطاق الضيق الى مؤتمرات دوليه لم تحتضنها مدينه واحده من المدن العراقيه ولا قبيله واحده في اريافه، بل اسهمت فيها سائر مدن العراق واريافه كل حسب امكانياتها وظروفها. شوف هاي النظره الواسعه اللي وجدتها عند شخص والله مجهول اسم في كتاب موجود بالمكتبات على هامش الثوره العراقيه. جعفر الخياط اللي ترجم كتاب أرنولد ويلسون ايش قال على الثوره في المقدمه، اللي هو يقول ان الدلائل تشير الى ان الثوره كانت ثوره عقائديه حيه ومبادئ وطنيه احتنقها العراقيون على اختلاف طبقاتهم، فثاروا من اجلها وتناسل الفروقات والاختلافات الطائفيه، فوقفوا صفا واحدا تجاه العدو المحتل ونجح مسعاهم، فكانت الغلبة لهم في آخر الأمر، كما كانت ثورة شعبية جماهيرية اشترك فيها الفلاحون في الريف والعامة في المدن، فكانت مادتها ووقود نيرانها المشتعلة، واسهم فيها الوجهاء والشيوخ ورجال الدين والمثقفون. الحقيقة بتقدير المتواضع يعني أنا أتفق مع هذا الرأيين، أعتقد أنه هذا الرأيين أقرب إلى الحقيقة، لكن أنا أسأل تأثير هذه الثورة على الهوية العراقية. الحقيقة بعد قرون كثيرة ما كانت قضية الوطنية مترسخة، الولاء الوطني أو القضية العراقية مترسخة، كان كل علاقتنا همنا أنهم مرتبطين عن طريق الإسلام بالدولة العثمانية. بتقديري أنه ثورة العشرين بنتنا هذه الروح الوطنية. كيف؟ يعني بتقدير انه الشيخ ضاري لما قتل لجمان عبر عن التقارب الشيعي السني في ذلك الوقت باجل صوره، لان وين راح غادر هناك قعد في كربلاء في ذلك الوقت. هذا التقارب المواليد اللي كانت تقام والعزاء في جامع سني وحسينيه شيعيه وهكذا، هذه يعني انا اعتقد هذه بواكير المواطنة العراقية أو الهوية العراقية. يعني أعتقد أنه ثورة العشرين كانت مناسبة لإعادة رسم العلاقات بين الشعب العراقي وخاصة العلاقات الشيعية السنية اللي كانت يعني كانوا يعيشون الاختلاف في أجل صورة في العهد العثماني، فتكرست الهوية الوطنية على حساب التعصب الطائفي. هذا يعني ورسخت فكرة الوطنية العراقية. الحقيقة كانت الثورة أول حدث في تاريخ العراق تشترك فيه مختلف فئات الشعب، لقينا العرب، لقينا الأكراد، لقينا التركمان، ومثل ما قلت قبل شوي لقيت الشيعة والسنة. كل ذلك صار توافق شعبي عابر للهويات. احنا في ذلك الوقت لم تنضج فكرة الوطنية، لكن الآن بدت هاي الفكرة الجنينية، فكرة الولاء الوطني بدت تشتغل في ذلك الوقت. ثورة العشرين نجم عنها أمران أساسيان بتقدير البسيط، أولا انبعاث الروح الوطنية والتقارب المذهبي، ولذلك توفرت للشعب العراقي فرصة ذهبية لنشوء الولاء الوطني وبمعنى أدق الهوية الوطنية، ومنحت الأولوية على حساب الولاءات الثانوية اللي كنا نعيشها شيعة سنة كراد شيعة تركمان وهكذا، وكرست هوية وطنية بروح جديدة في لحظة تاريخية شديدة الأهمية. الحقيقة ثورة العشرين أنتجت نظام سياسي، هذا النظام السياسي كان واجهته عراقية محلية، نظام برلماني، لكن هو من الناحية العملية كان تحت سلطة الانتداب أو تحت سلطة الاحتلال، لكن بنفس الوقت أنتجت حركة وطنية شاملة في ذلك الوقت. يعني برزونا زعامات وطنيه، جعفر ابو تمر، كامل الشادرشي، يعني هاي كلها انا اعتبرها امتداد، مثل ما تفضل استاذنا دكتور عادل، امتداد لثوره العشرين. يعني
جدوة الوطن العراقية هي ثورة العشرين، فلذلك يعني هاي الحركة الوطنية أصبحت تملك وعي شامل لمصالح البلاد ومعارضها إلى حد 58. الحقيقة بعد 58 يعني صارت عسكرة المجتمع، وبعد ذلك في زمن البعث وظف يعني وظفت هذه الثورة لتحقيق التوجه القومي في ذلك الوقت، يعني النضال القومي والوحدة العربية وظفت لهذا الغرض وابعدت عن أصالته. يعني بالختام يعني أدعو الجهات الرسمية إذا أحد يسمعني أنه نخلد هذه الثورة، نخلد أشخاصها، نسوي لهم تماثيل من الشمع، نطلق أسماهم على الشوارع، على المدارس، على المناطق السكنية. هذه الثورة يجب أن تمجد، يجب أن الأشخاص البارزين يعني شي يصير لو يسوون مثلا متحف للثورة، ما أعرف أنا ليش هذه الشخصيات البارزة، هذه الشخصيات العظيمة اللي ساهمت بالثورة ليش ما تخلد، ليش ما تطلق أسماء على مدارس، ليش ما تطلق أسماء على مدن. أنا هذه دعوة أخيرة أقولها وأشكرك وأعتذر عن الإطالة وشكرا. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الله حميد عتابي على هذه الكلمة الطيبة وشكرا له. أشار الدكتور إلى كتاب على هامش الثورة العراقية اللي صدر بتوقيع نجفي أو فراتي. حقيقة هذا توقيع مستعار لشخصيتين قاما بتأليف الكتاب وهما جعفر الخليلي وعلي الشرقي، الشيخ علي الشرقي، واللي في الكتاب للرد على كتاب فريق المزهر الفرعون بكتابة الثورة العراقية. نعم، هذا الكتاب كتاب فريق المزهر الفرعون جعل من الثورة ثورة فراتية خاصة بمنطقة الشامية وبشخص الشيخ عبد الواحد يعني. ولكن نرد على هذا الكتاب بكتب كثيرة ومنها هذا الكتاب الذي أشار إليه الدكتور العتابي. الآن الكلمة نعم جعفر خليلي والشيخ علي الشرقي، اثنينهم ألفوا التوقيع مستعار لهم. نعم، كتب أعتقد فصلين جعفر الخليلي وفصلين علي الشرقي. والله هو من الكتب المهمة لو يعاد طبع هذا الكتاب به حقائق كثيرة عن الثورة. الآن الكلمة مع الأستاذ الدكتور الطلعة كما أسميه، وهو الدكتور حميد حسون نهاي، الأستاذ الباحث والمرموق في الوسط الجامعي، فليتفضل. الدكتور العتابي أشار إلى الخلافات الكثيرة حول الثورة، يعني الثورة أسوة بأحداث العراق يعني ماكو يعني نتائج صارمة محددة لكل أحداث العراق الحديث ومنها الثورة العراقية. يعني حتى في بيان العفو عن القائمين بالثورة، بيان العفو عن اللي أصدرت السلطات البريطانية، في أحد فقرات هذا البيان العفو يعني المستثنين من العفو شخص تدعى جميل بيك. من هو هذا جميل؟ قالوا انه جميل المدفعي لمشاركته بحادثه تلعفر، قالوا انه جميل كذا الجيبتشي او كذا من الموصل لحادث صار بالثوره قتل احد البريطانيين، وهذا لحد الان هو موضع خلاف بين الباحثين من هو هذا جميل بيك. اجبتكم فد مثل على الخلافات حول أحداث العراق الحديث. تفضل دكتور حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. السادة الأفاضل الأساتذة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة الحديث عن ثورة العشرين حديث طويل طويل جدا، لكن نستطيع القول وباطمئنان أن ثورة العشرين حدثا مفصليا لا سيما لدى البريطانيين من خلال جزئيتين مهمتين. بعد 30 حزيران كافأت بريطانيا مجموعة معينة حتى نهاية العهد الملكي، وعاقبت بريطانيا أيضا مجموعة معينة حتى نهاية العهد الملكي.
والكلام ليس جزافا بل حقائق تاريخية مشهودة. مثلا من ضمن الذين كافأتهم بريطانيا عبد الرحمن النقيب، الرجل الطاعن في السن 78 سنة، مصاب بداء المفاصل، لا يمتلك أي مؤهل علمي في السياسة. وعندما سألته صحفية بريطانية في مؤتمر صحفي قال لها قبل الحديث معكم حدثيني في أي كلام ما عدا السياسة. مع كل ذلك كوفئ من قبل بريطانيا بترأسه لأول ثلاث حكومات متعاقبة في دولة فتية مثل العراق بحاجة إلى شخصية ذات حنكة سياسية، وكانوا موجودين في حينها أمثال ناجي السويدي، جعفر أبو التمن، ومحمد الصدر وآخرين. وكافأت الذين وقفوا ضد ثورة العشرين إلى نهاية العهد الملكي وأصبحوا نوابا واستخدمتهم في تمرير المعاهدة إلى آخره. ومن ضمن الذين كانوا يجاهرون في معادات الثورة فمكافأتهم لعبد الرحمن النقيب لأسباب متعددة على رأسها مقته لثورة العشرين والقائمين عليها. هذه نقطة. من الذين كانوا يمقتون ثورة العشرين ومرحبين بالبريطانيين بشكل علني الشاعر جميل صدق الزهاوي، وله بيتين شهيرين قال فيهما، يخاطب بيرسي كوكس في أثناء استقباله: عد للعراق واصلح منه ما فسد، واثبت به العدل وامنح أهله الرغدا، الشعب فيه عليك اليوم معتمد فيما يكون كما قد كان معتمدا. وأما عن الذين حاربتهم فهم كثيرون جدا وتعرضوا للسجن والنفي إلى جزيرة هنجام إلى آخره. حديثنا عن ثورة العشرين، تحدث أستاذي الدكتور عادل تقي البلداوي وأجاد في حديثه وأثني على ما قال إن للثورة لا زال هنالك جوانب تستحق تسليط الأضواء عليها من خلال دراسات أكاديمية. من هذه الموضوعات هو الموقف الرسمي والشعبي من ثورة العشرين سيما في العهد الملكي. لربما البعض ليس لديه الصورة واضحة، خلال 25 عام كان محظور الاحتفال بذكرى 30 حزيران ثورة العشرين، حتى عام 1945 ممنوع، العهد الملكي كان يعاقب من يقوم بهذا العمل. وعلى الرغم من ذلك كان للثورة صدى، يعني البريطانيين كتبوا، يعني ستيفن هيمستلون كريك كتب عن تاريخ العراق، جون فيليبي، الجنرال ديغوري وآخرين، ويندرو ويلسون. حاولت أسلط الضوء على جانب معين وهو بحث أيضا منشور للباحث صالح عباس الطائي يتحدث عن ثورة العشرين في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وكان تتحدث عن العراق باسمه بلاد ما بين النهرين، الميسوبوتيميا، يعني بلاد ما بين النهرين. اقتباسات معينة من هذا البحث، قال المؤلف الأمريكي جورج ستونك في كتابه نفط الشرق الأوسط، قال: أخذت الأحداث تسير في العراق بشكل سريع ومرتبك، فلقد تزايد القلق السياسي الذي كان يغذيه الزعماء الوطنيون حتى بلغ ذروته في ثورة ضد بريطانيا عام 1920. وتحدث المؤلف الأمريكي مايكل هيدسون في كتابه السياسة العربية فقال: إن المتدين وغير المتدين والشيعي والسني والكردي والعربي البدوي والحضري أوجدوا أسطورة التعاون والمقاومة التي صار يعتز بها منذ ذلك الوقت في التاريخ الوطني والقومي. في حين أشار المؤلف الأمريكي ميندرو كرادوف في دراسة له فقال: إن ثورة واسعة مثل ثورة العشرين لا يمكن تقييمها دون أن توضع ضمن المضامين التاريخية والأيديولوجية، وحتى هذه الفترة فإننا لا نستطيع أن نجزم بالتحقيق عن الدوافع الأكيدة للزعماء المشاركين فيها. ثم يوضح في دراسته فيقول: إن الثورة كانت بدائية غير أنها أصيلة، وهي رد فعل وطني لاعتداءات الغرب. وأود الإشارة إلى أن الصحيفة ذاتها، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت في عددها المرقم 22823 الصادر يوم الأربعاء 20 تموز 1920، يعني بعد 21 يوم من اندلاع الثورة، مستندة في هذا التقرير إلى تقرير قدم وزير البريطانية حينها تشرشل إلى مجلس العموم البريطاني، أشار فيه إلى أن خسائر بريطانيا لحد الآن، يعني خلال 21 يوم، هي قتل 3 ضباط بريطانيين و14 جريح، وقتل 158 جندي، وجرح 232 آخرين،
فضلا عن 161 جندي مفقود. أود الإشارة أيضا إلى جزئية مهمة، وهي أن أشرنا منذ ثورة 30 حزيران 1920 لم يكن هناك احتفالات في ذكرى الثورة حتى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبزوغ شمس يعني إضاءة في نهاية النفق وهو تشكيل الأحزاب، فأصبحت صحافة الأحزاب تحتفل بالثورة مثل ما أشار إلى ذلك أستاذي الدكتور عادل. تحدثت صحيفة اليقظة، جريدة اليقظة، على لسان نائب رئيس حزب الاستقلال فائق السامرائي مقال يسأل عن إجراءات الحكومة التي اتخذتها لتخليد شهداء الثورة العراقية. طبعا هو سؤال برلماني يوجهه في جلسة نيابية إلى رئيس الوزراء حينها توفيق السويدي. قال كنت قد تقدمت في الجلسة النيابية المنعقدة في العام الماضي، يعني 30 حزيران 1949، لأن الجريدة تتحدث عام 1950، باقتراح لإقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة العراقية ليكون رمزا للبطولات تنير السبيل أمام الأجيال لإحياء هذه الذكرى وترسم خطى أبطالها المغاوير. وقد وافق المجلس الموقر مجلس النيابي على هذا القرار بالإجماع، وقد مر على هذا القرار عام بعد إحالتي إلى الحكومة التنفيذية. فما هي الخطوات؟ هذا الكلام 1950. هل من الإنصاف والكلام لفائق السامرائي، هل من الأنصاف لشهدائنا أن يقوم في جانب الكرخ تمثال للجنرال موت يخلد الاحتلال البريطاني ولا يقوم نصب تذكاري يرمز إلى الدماء الزاكيات التي أريقت لزحزحة هذا الاحتلال؟ والكلام في صحيفة اليقظة أيضا لسلمان الصفواني رئيس التحرير ومديرها المسؤول في ذاك الوقت يقول بعد 30 عام للثورة، بعد 30 عاما أين النصب التذكاري؟ تحدث في هذا المقال الطويل اقتبست منه الآتي، يقول يحتفل العراقيون اليوم في كل مكان بذكرى الثورة العراقية المجيدة في 30 حزيران 1920، وهي ذكرى الأضاحي الغالية التي ذهبت إلى ربها راضية مرضية، وذكرى الدماء العزيزة التي أريقت في طلب الحرية والاستقلال، وهذه هي الذكرى 30 في حساب الزمن. ولكن هل أتيح للعراقيين أن يحتفلوا بذكرى شهدائهم ويمجدوا سيرة أبطالها في هذا الزمن الطويل؟ كلا، فقد كان حراما علينا أن نجتمع من أجل ذلك، وحراما علينا أن نتكلم في ذلك. ويوم أراد الشباب العراقي أن يحجوا إلى مهد الثورة في الرميثة عام 1928 قامت الحكومة وقعدت وحشدت من القوى ما حشدت، لا تحول بين الناس وبين الوصول إلى مهد الثورة فقط، بل لتفرق الجموع بالقوة ولتسوق الشباب إلى السجون بالجملة، لأنهم تجرؤوا أن يذكروا الثورة وفكروا في إحياء ذكراها، وهي ذكرى تقض مضاجع المستعمرين وتطرد الرقاد عن عيون السائرين في ركابهم. وأي جريمة أكبر من أن يتذكر العراقيون ثورتهم ويمجدوا سيرة أبطالها؟ أحيل كان الاحتفال بذكرى الثورة في 30 حزيران حراما على العراقيين طيلة ربع قرن كامل، وكان حزب الاستقلال أول من فكر في إحياء هذه الذكرى المجيدة فقد دعا إليها واحتفل بها. إن الدولة العراقية التي بنت الثورة قواعدها ووضعت أسس كيانها كان يجب أن تكون أبر من غيرها بذكرى الثورة، وكان يجب أن تسرع من تلقاء نفسها بإضافة نصب تذكاري للشهداء. أخوان، من المؤسف جدا، أنا أتصل بمتفضل الأستاذ رفعت عبد الرزاق للحديث عن هذه الثورة وأتيت متشرفا بذلك، وخلال يومين عكفت في مطالعة الصحف في العراق الملكي خصوصا بعد 45، بعد ما أتيح لهم الاحتفال بالثورة وجدت هناك عدة صحافة لن تتطرق للثورة، صحيفة البيان، حتى صحيفة الأهالي يوم 30 حزيران لم تتطرق للثورة في بعض السنوات. والمؤسف أكثر أنه صحيفة فتى العراق الموصلية قد كتبت واستذكرت في صفحتها الأولى في 30 حزيران قالت 5 تموز يوم ذكرى استيلاء الحملة الفرنسية على الجزائر، في الصفحة الأولى تحتفل مقدما في ذكرى الاحتلال الحملة الفرنسية على الجزائر وتستذكر الاحتفال بالثورة العراقية الكبيرة. وأيضا صحيفة السياسة وصحيفة الدفاع، بعض الصحف من ضمنها صحيفة الدفاع أشارت إلى هذا الاحتفال من خلال رئيس تحريرها صادق البصام. ومن منطلق لا تبخس الناس أشياءها،
طبعا مشكورة المدى نقلت في عددها الصادر 29 آيار 2011 إعادة لمقال أجرته مجلة الأسبوع في نيسان عام 1957 مع طيب الذكر السيد باقر الحسني. كان ممتعض حتى الأسرة ممتعضة من مقال كتبه الأستاذ حميد مجيد الهدو عن والدهم ولم يشير إلى دوره في ثورة العشرين. نعم نشير إلى ذلك ونقول أن جمعية الشبيبة الجعفرية التي كانت الفريق الشباب لحرس الاستقلال كان لهم دور بارز في هذا الإطار، وقد ركزت جريدة المدى عندما نقلت المقال مع بعنوان ساعة مع سيد باقر الحسني إلى دوره في هذه الثورة. كان يحتضن ومأوى للثائرين ويلصق الملصقات على جامع الحيدر خانة، فضلا عن إيوائه المشردين الذين ذهبوا إلى إيران عام كامل خشية ملاحقة البريطانيين، ومن ضمنهم رؤوف البحراني وآخرين جدا في هذا الإطار. وأيضا قرأت في الصحف العراقية أن الاتحاد الدستوري وهي صحيفة حزب النور سعيد عتمت على هذا الموضوع بشكل كبير جدا، وصحيفة العهد على لسان خليل كنا الرجل الثاني في العهد الملكي بعد نور سعيد في حزب الاتحاد الدستوري يشير في ذكرى الثورة، يقول إن دير في 30 حزيران، طبعا هذا الكلام اللي أقوله كله في أعداد 30 حزيران اللي يجب أن تكون الصفحات الأولى هي تخليل الثورة، يقول دير الزور عراقية وكانت ميدانا للثورة العشرين، يجب أن تعاد إلى العراق وتصبح من ألويته وإلى آخره، ولم يسلط على الضوء على الثورة ورجالتها. الحديث مثل ما ذكرنا طويل وطويل جدا عن هذه الثورة الكبيرة. في الختام لا بد لي من تقديم الشكر الجزيل والامتنان الكبير لمؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون اللي عودتنا على إقامة هكذا نشاطات، والشكر الخاص لأستاذنا الكبير اللي دائما سباق في إقامة هكذا فعاليات ونشاطات، والشكر موصول لجنابكم الكريم على حسن الاستماع، وآسف على الإطالة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا للأستاذ الدكتور حميد حسون على هذه الكلمة اللي كنت أتمنى أن يكون أكثر تفاؤلاً في مناقشة إحياء ذكرى ثورة العشرين، ولكن الدكتور ماهر عندك كلمة؟ نعم. ذكر الدكتور حميد حول الزهاوي وموقفه من عودة بيرسي كوكس يعني إلى العراق. حقيقة بيرسي كوكس جاء بعد انتهاء الثورة، جاء في أعتقد في أوائل شهر تشرين الأول سنة 1920 بعد انتهاء الثورة، وذكر الأبيات اللي استقبل بها الزهاوي بيرسي كوكس، ولكني أود الاستدراك إلى أن الزهاوي قد رثى رجال الشهداء الثورة العشرين بقصيدته الحائية: ماذا بضاحية الرميثة من غطارفة جحاجح ولمن أقيمت كذا، قصيدة معروفة في هجاء في رثاء رجال الثورة العراقية. يعني هذا استدراك من دافع الفضول أستاذ الدكتور، دافع التفضل. نعم، ولهذا أبعدوه عن مجلس الأعيان. نعم دكتور، أهلا بالدكتور ماهر الخليلي اللي يشرفنا بهاي الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذ رفعات، شكرا لمؤسسة المدى، وأعتز جدا بهذا وجودي في هذه المنصة أمام أساتذتي دكتور عادل ودكتور عبد الله حميد وزملائي دكتور حميد ودكتور سيف. حقيقة يعني مفارقة غريبة أنه ثورة يعني فشلت عسكريا، هي ثورة العشرين لم تنجح عسكريا وأخمدت وبأشهر معدودة، يعني خلال أشهر انتفت الثورة العشرين، ولكن صداها لا زال مستمرا بعد 100 عام، وأعتقد بعد 200 عام هم نحتفل بثورة العشرين. ماذا كانت من النتائج التي جعلت لهذه الثورة قيمة كبرى عند شخصياتها وأولادها وأحفادها؟ واقعا ثورة العشرين وبكل شخصياتها لم يكن لها قائد. يعني المثل التي أضيع عن ثورة تشرين إنه فشلت لأن لم يجد فيها قائد، فمن كان القائد لثورة العشرين؟ هناك عدة قادة وفي كل منطقة هناك قائد.
العشائريين والدينيين، سواء محمد تقي الشيرازي أو سيد علوان الياسري أو سيد نور الياسري أو شعلان أبو الجون أو أي شخصية من الشخصيات العشائرية القيادية في ثورة العشرين، فلم يكن له قائد موحد. هذا جانب. الجانب الثاني، ثورة العشرين صارت بعد نجاح مصطفى كمال أتاتورك في حروب العسكرية ضد الحلفاء، انتصر في أكثر من 37 معركة وهو قائد في الجيش العثماني، قائد عسكري وله خبرة في العمليات العسكرية. فلم شتات الجيش العثماني السابق وصار هو القائد وناهض السلطان محمد رشاد الخامس وسوى عاصمة في أنقرة ولم المجلس الوطني وقاتل القوات الحلفاء وقاتل اليونانيين وقاتل الأرمن وقاتل الكل وانتصر في المعارك وفرض وجوده وجعل من بريطانيا ودول الحلفاء أنه يبدلون معاهدة سيفر بمعاهدة لوفزان 1923. أحداث ثورة العشرين جاءت مع معارك مصطفى كمال أتاتورك في الدولة العثمانية، فبريطانيا شعورها أنه فقدت تركيا، هذا الشعور جعل الصبق جام غضبها على العراق خشية من فقدان العراق أيضا. الجانب الآخر أنه كل قادة ثورة العشرين لم يكن فيهم ضابط عسكري يتقن العمليات العسكرية مع جيش نظامي، فهذا واحد من أهم الأسباب اللي جعل القوات البريطانية يعني تتفوق عسكريا. وطبعا ما يعني بدايات الثورة كانت نجاحات عسكرية كبيرة لثورة العشرين، لأن القوات البريطانية الموجودة كانت قليلة، صارت بالشهر السابع والثامن صارت إمدادات قوية من حكومة الهند للجيش البريطاني، وبالتالي بعد نجاح الإمدادات القوية ذاك الوقت بدون تمويل وبدون تسليح للقوات العشائر ما قدروا ينتصرون، وعدم وجود قائد ولا هو ثورة العشرين كانت على مشارف إنهاء الوجود الاحتلال البريطاني بشكل كامل عسكريا. إذن عدم وجود قائد وعدم وجود ضابط يمتهن المهنة العسكرية الحقيقية، هاي واحد من أهم الأسباب، وهاي يعني مناقشة عسكرية. الجانب الآخر المهم اللي هي إنه هي ثورة وطنية، هي فعلا ثورة وطنية، بس هو ما كان عندنا حس وطني في ذلك الوقت. يعني هي في بعد الحرب العالمية الأولى كانت الدول قومية، ما كان عندنا دول وطنية، ما كان عندنا شيء اسمه عراق سوريا. كانت الثورة العربية الكبرى 1916 شعارها المملكة العربية أو الوحدة العربية أو الحكومة العربية اللي كانت بمنظر مفاوضات الشريف حسين مكماهون مع بالقاهرة، أنه من الأورفلي ومن الإسكندرونة إلى عدن كلها تتوحد تحت لواء الشريف حسين. هذا كان النقاش وهاي كانت الوعود وهذا كان المخطط من الأورفلي ومرسومة خرائط. إذن عملية سايكس بيكو وتطبيقها عمليا من 18 من 17 بالثورة البلشفية من كشفت هاي الأوراق أربكت كل الأوراق عند شريف حسين، عند الملك فيصل اللي انطرد بمعركة ميسلون من القوات الفرنسية، فأصبحت عملية تثبيت سايكس بيكو عمليا بالمنطقة. فرنسيين أخذوا سوريا ولبنان، بريطانيين أخذوا العراق والجزيرة وفلسطين والأردن وشرق الأردن وبدأوا يسووها. صار مؤتمر سان ريمو، مؤتمر القاهرة بال21 وبدأت تتوزع سايكس بيكو، أخذت مجالها على أرض الواقع. إذن ثورة العشرين اجت أربكة المشروع الأممي أو المشروع تحالف الدولي ومشروع بريطانيا وفرنسا، كان بالإمكان أنه تنتصر الثورة. زين شنو اللي صار؟ اللي صار عسكريا نجحت بريطانيا وجابت عبد الرحمن نقيب سوته. وينهم شخصيات الثورة؟ نفتهم، نفت الشخصيات المهمة بالمجتمع العراقي إلى جزيرة هنغام، وبعدين بدأت العملية السياسية تأخذ مجالها بالمجتمع العراقي، بدأوا يطفون نار الثورة في صدور الشباب وصدور كل الشخصيات العراقية وكل المجتمع العراقي. زين بعدين جابوا عفوا عنهم ورجعوهم البريطانيين، سووا هذول الشخصيات نفسهم اشتغلوا ويا الحكومة الملكية وحكومة فيصل، لو ما اشتغلوا اشتغلوا على أساس بناء دولة مع وجود بريطانيا.
نجحوا في بناء دولة ولا ما نجحوا؟ نجحوا في بناء دولة. من نجي ناخذ الفترة من 21 من 20 إلى 32 أنه هاي الفترة فترة حكومة فيصل نجحت في أنه تخلي العراق على مصاف أول دولة تدخل عصبة الأمم من جميع دول العالم اللي كانت تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني. ما أكو دولة حصلت على عصبة عضوية عصبة الأمم غير بس العراق لأول مرة. شغلة ثانية، لأول مرة أيضا يتكون جيش لدولة. مصر ما كان عندها جيش، مصر وملك فاروق وملك فؤاد وملك فاروق ما عندهم جيش. مصر شقد مستقلة ما عندهم جيش، العراق صار بيه جيش. ثورة العشرين فرضت إرادتها على البريطانيين بصدور الشخصيات المعارضة، حتى وإن كان لم تنتصر عسكريا لكن انتصرا سياسيا. ليش دا نمجد بيها ثورة العشرين بشخصياتها اللي موجودة خلال حتى حكم الملك فيصل؟ ثبتت وجودها. ليش هم معاهدة 22 شلون وقعوا عليها أو المؤتمر التأسيسي؟ مو جابوهم بالبجايم؟ مو بالبجايم جابوهم نص الليل حتى يوقعون لأنه رفضوا يوقعون؟ المسألة مسألة إصرار، إصرار على حكم. فالإصرار كان موجود والنجاح كان موجود. ليش اليوم ما موجود لسيد علوان الياسري في المشخاب أو في النجف أو في الكوفة؟ ما موجود نصب. ليش سيد نور الياسري ماكو؟ شعلان أبو الجون وينهم؟ وين النصب؟ وين الاحتفال بالشخصيات الوطنية؟ هاي سبعة عمر 100 سنة صار لنا. وين النصب ووين التمجيد بهذه الشخصيات؟ حارث الضاري وهي يطلقون عليه، ليش هو وين ختل من ال 21 وجابوه؟ شوف الحقد البريطاني انه بال 27 لزموه على حدود سوريا وجابوه وعدموه، رغم كبر سنه، رغم مرضه، رغم هربه، جابوه وعدموه بعد 7 سنين من الثوره. هو وين كان خاتل؟ هو كان خاتل منطقه العطايشي بالكربلاء. طيله هاي الفتره كان خاتل بكربلاء، ويقولون ماكو تعاون بين الغرب والفرات الاوسط. الشغلة الأخيرة اللي أحب أثيرها وما أريد أطيل، كان أكو من ضمن المذكرات وضمن الحديث أنه أكو خطة عسكرية لتحييد دجلة. فعلا صارت بالكود تحييد دجلة والإثارة وبس عشائر الفرات الأوسط أو ما تحييد دجلة، لكنه الناصرية قبت وكثير من الشباب الكوت والعمارة أيضا قبوا، بس قطع الاتصالات هو اللي منعهم. قطع دجلة عن الفرات في تلك الفترة وتحييدها عسكريا هي كانت، وما كان عندهم لا تمويل خارجي ولا تمويل ولا سلاح ممكن يوازي قوات البريطانية. أنا آسف على طالة، شكرا جزيلا. أشكرك. شكرا للأستاذ الدكتور ماهر جبار الخليلي على هذه الكلمة التي تثير الكثير من التداعيات. وللطرافة فإني أستدرك على الدكتور جعفري أبو الخليلي بقضية وجود ضباط في الثورة. أني أتذكر أن أحد الضباط كان بالثورة وهو علوان حسين اللي سوى صلح المدفع مع البرارنجية، هو سوى الأبرة السعين به. هاي حالة استثنائية للطرافة أذكرها، ضابط لا ضابط يعني صار مدير شرطة، ضابط علوان حسين يسموه ميجر علوان بعض الشخصيات. هذا السعين به جابوا للأبرة مع المدفع اللي غنموه ثوار بمعركة الرنجية. على عادة العسكريين أو الجيوش من يسحبون يتركون الأسلحة يسوون فتخلل معين بهذا حتى لا يشتغل. فبالمدفع هذا هي أبرة المدفع اللي هي الأهم شيء بالمدفع، من يعرف يسويها بيش المنطقة. فعرفوا أكو ضابط في بغداد، وأعتقد سامي خنده إلى دور في نقل الأبرة إلى بغداد وصلحوها وشغلوا هذا المدفع بالكوفة. ومن حسن حظ الثوار أول قنبلة تطلع من هذا المدفع توقع بنص الباخرة البريطانية فاير فلاي وأغرقتها في شط الكوفة. هاي الشيء يعني استدرك به على ما قال الدكتور ماهر الجعفري حول تحييد دجلة. إنه الحقيقة الدكتور علي الوردي ناقش هذا الموضوع في كتابه لمحات اجتماعية، لماذا عشائر البصرة والعمارة والكوت لم تشترك بالثورة؟ الدكتور علي الوردي يقول إن فتوى الشيرازي لم تصل، أو إن ردود الأفعال لفتوى الشيرازي كانت ضعيفة. والدكتور علي الوردي تدري يعني
حذر في مناقشة تلك موضوعات، حتى استعمل في الأسلوب، قال هناك رقة، رقة في الدين عند منطقة الدجلة، يعني ما اعترفوا بالفتوى مال الشيرازي بهالمعنى هذا. حقيقة الناصرية، نص الناصرية اشتركت بالثورة، شمال الناصرية اشترك، ولكن جهود علي الشرقي سالم الخيون ولعب الدور في إيقاف الثورة عند هاي المنطقة حتى لا تمتد إلى بدر الرميض. بدر الرميض ضو مشترك بالثورة كان منتهت الثورة، لأن هذا الرجل من أساطير تاريخ العراق العشائري الكبير، هكذا يقول المؤرخون، وربما إحنا عيال على هؤلاء. لهنا تقضي جلستنا لهذا اليوم، وإن شاء الله إلى جلسة مقبلة، وشكرا جزيلا.